السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. في سؤال يتكرر كتير على اليوتيوب، ايش هي المعدات ومواصفات البي سي اللازمه لحتى ابدا شغل على اليوتيوب؟ هل بيلزمني بي سي باعلى المواصفات مشان المونتاج؟ وهل بيلزمني مايك ب $2000 لحتى اطلع كواليتي ممتاز؟ وهل بيلزمني كاميرا 8K لحتى اصور فيديوهات بجوده عاليه؟ سبويلر اليرت، لا ما بيلزمك. اليوم اخذت على نفسي تحدي، لا مو تحدي اندومي ولا تحدي بطيخ مبسمر، التحدي انه هل ممكن اعمل فيديو كامل على اليوتيوب باقل معدات واقل مواصفات ممكنة؟ الفيديو رح يكون عبارة عن مقطع جيم بلاي. لحتى اعمل هالفيديو استخدمت لابتوب عادي جدا، اللي هو اصلا مش مصمم لا للمونتاج ولا حتى لتشغيل الالعاب، مواصفاته جدا ضعيفة لهيك امور. مواصفات اللابتوب معالج رايزن 3 3200U وفيه كرت شاشة فيجا 8 او فيجا 3 عفوا، رامات 8 جيجا وتخزين 240 جيجا SSD. ولتسجيل الفيديو استخدمت كاميرا ويب كام اللي بستخدمها حاليا هي اللوجيتك C920، وللصوت استخدمت مايك USB السامسونج C01U برو. كنت راح استخدم مايك لافالير عادي، هذا اللي بنحط هون، البويا BY-M1 سعره $20، بس للأسف اللابتوب عندي ما فيه مأخذ 3.5 ملي للمايكروفون، وماوس لوجيتك G102 كمان ماوس عادية جدا، وسماعات جيمينج عادية. الفيديو بالكامل عملته على هاللابتوب وهالمواصفات البسيطة جدا، لعبت وسجلت مقطع جيم بلاي وانتجت الفيديو، وحتى صورة الثمب نيل اللي شايفينها على الفيديو باليوتيوب عملتها على اللابتوب، واستخدمت برامج كلها مجانية تقريبا. لتسجيل الجيم بلاي استخدمت OBS Studio اللي هو أفضل برنامج لتسجيل المقاطع وستريم، ومجاني أيضا مفتوح المصدر. وهي هي الاعدادات اللي استخدمتها في برنامج OBS، ولتعديل الصوت استخدمت برنامج Audacity واللي هو كمان برنامج مجاني ومفتوح المصدر وممتاز. لمونتاج الفيديو استخدمت ادوبي بريمير اللي مش مجاني، بس استخدمت النسخة التجريبية لمدة شهر واشتغل تمام، جربوه. والثمب نيل كمان عملتها على فوتوشوب، النسخة التجريبية لمدة شهر كمان اشتغل تمام. كل شيء راح تشوفوه بهالفيديو مصنوع باقل الامكانيات الممكنه. الحين اترككم مع مقطع الجيم بلاي، وبالنهايه راح اعطيكم خلاصه الكلام. اوكي، حاليا عم بلعب هاف لايف اونلاين، هاف لايف الاولى. يا اخي صار لي زمان ما لعبت هاللعبه، اوكي صار لي اكثر من 10 سنين ما لعبت هاللعبه. اللعبه ادمان، فخامه، بتغب وبتصلي على النبي، بتغب وبتسكت. وانتك اوه يا اخي صار لي زمان ما لعبت اللعبة، روعة ادمان. اوه بس عن جد اللعبة روعة. فريمات ثابتة على 60، مقفل فريمات على 60، وبصراحة ما في اي لاج بالمرة او اي ديلي بالمرة. طبعا اكلنا النووي. ابلع وسكت. من اروع العاب الاونلاين، فوضى وما فيها شيء انه مهمات، بس امشي واقتل امشي واقتل، بس ادمان بصراحه. حاليا عم اشتغل على الفيديو، تجربه بيض نوعا ما. ومنين جلدت ما بعرف، بس المشكلة فيها انه ما بتعرف منين تنجلد، ما بتعرف مين بجلدك، وما بتعرف. طبعا تجربة تمام. يا اخي حل عني، طيب اضرب هداك، تعال سكين، تعال خذ لك بورية، خذ لك بورية بالصلاة على النبي. هون مليان اسلحة، يا سلام. اخ على ايام هاف لايف. تذكروا حاليا عم بلعب لعبة وبسجل جيم بلاي على لابتوب ما هو مخصص حتى للالعاب. انقلع. اوه اخ يا راسي، تعال خذ لك وحده. ولك حيوان معك. ناخذ درع من هون. اوه ما في، فضينه. بلع لك وحده. اوه يا اخي هذا معه كهرباء. تعال غبل لك، غبل لك بوريه. اخ
اخي اللعبة روعة. دايم تعال غبلك كم صرصور. غبوا صراصير شباب. اخذوني الصراصير. اطلع. هاي. حاشنط حاشنط. والله دي طعميني بورية. لك اوه والله اكلت 3 كهرباء محترمة. شايفين ضحكة شايفين ضحكة على وجهي؟ والله ايام روعة. لك ايش شو هذا عم نط مثل القرد؟ تعال كلك بوريه واهدى. خذ لك بوريه بالصلاه على النبي. والله لذاني بالكهرباء. خذ لك بوريه. اوه نعبي دراعه. اوه لا اشتغل البطيخ النووي. ووو ووو لك يا اخي عيفني. والله اكلت بورية محترمة. ووو يا جماعة اتركوني. بدي اروح بدي اروح على المنطقة الام. اوه لا تسكروا البواب. غبينا نووي. 60 فريم ثابتة. طبعا اللعبة خفيفة قديمة بس اذا بدك تبدأ صناعة محتوى على اليوتيوب ما في شي بيمنع، ما في شي بيوقفك. المحتوى انت اللي بتحدده مو المحتوى هو اللي بيحددك. ما بعرف اذا كانت هي تعال غبلك هيك بورية بالصلاة على النبي. والله لا دعني. غبلك بورية غبلك لطة كهرباء. دايم والله جايتني. غب واسكت ابلع واسكت. نو وراي. اوه يا الكهرباء دايم. تعال انشوى انشوى يا اخي. تتركوني بالرأس. لك بورية هيك طيبة. اوه والله اكلت بورية مرتبة. كوب كهرباء. كهرباء تعال تعال. اوه غبلك كهرباء 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 هيك عريق. ووو منين اكلت سهم ما بعرف. تعال بورية 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 بورية. بقول لك الغم. اوه تعال غب غب بالصلاة على النبي. غب اسكت غب اسكت. منين جاي الصرصور؟
تعقق. دايم. فحل تعال ورينا بوريتك. اوه اوه. اوه نو. في 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 هون سلاح. لا هذا السلاح وين صار؟ لا مع ار بي جي هذا معه شوتجن. شوتجن والله بلعت شوتجن مرتب. فحل فحل جايب البورية. فحل تاكل كهرباء تسكت. تاكل كهرباء وتسكت. تعال في لك جماعة عندهم لك. واو يا سلام على الشتكة. اوه دام زمان والله لذعني قذيفة. عجبك الحيط؟ نو 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 نو. في شباب في شباب عنده لك. غبل لك بورية بالصلاة. ووو انا طاحش بالبورية على مين. قبضاي الا بالبورية. لا لا هي معه كهرباء ما بلعب معه. هوي غب غب غب. عندك لاج يا صاحبي عندك لاج. تعال معك ار بي جي. مفكر حالك يعني زلمة؟ اوه والله لا دعني سهم. اوه ديم ديم. يا اخي هذا السلاح اللي بيجي بنوبة. ابلع. الام الزباله تعالوا غبوا صراصير. غبوا صراصور. نو 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 نو. تعال غب لك بورية. بورية 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 واحدة بس. بورية بورية. الزبدة شلون كانت التجربة بالنهاية؟ سيئة نوعا ما. هل رح أعمل هالتجربة مرة تانية؟ لا ما بعتقد. طبعا خلينا نباشر أول شيء باللعبة وتسجيل الجيم بلاي. مثل ما قلت ببداية المقطع هاللابتوب غير مصمم للألعاب بالمقام الأول، فلذلك اضطريت أشغل لعبة أو ألعب لعبة قديمة. تجربة اللعبة كانت تمام، 60 فريم ثابتة ما في أي تهنيك، طبعا اللعبة لأنه قديمة. وبالنسبة للتسجيل بما أني ما بقدر أشغل ألعاب ضخمة ما بقدر أسجل بالمقام الأول لأنه
الجهاز ما بيتحمل، بس طالما اللعبة خفيفة الجهاز بيقدر يسجل جيم بلاي بشكل تمام، لأنه هالمعالج أو المعالج في هاللابتوب فيه هاردوير انكودر للفيديو H.264. قدرت أسجل مقطع تمام بدون أي مشاكل، وحتى جربت لعبة فالورنت قفلت الفريمات على 30 فريم اشتغلت، بس تجربة ما كتير كويسة، بس التسجيل كان تمام واللعبة كانت تمام على 30 فريم. أكتر من هيك بالنسبة لمونتاج الفيديو هون كانت الصعوبة شوي، صدق أو لا تصدق مواصفات الجهاز ما كانت مشكلة كبيرة بالنسبة للمونتاج. اضطريت أخفض جودة البريفيو في المونتاج للربع، وقدرت أعمل يعني مونتاج بشكل تمام بدون أي مشاكل. تجربة ما كانت كتير كويسة بس مقبولة. المشكلة الأكبر كانت في شاشة اللابتوب، رزولوشن الشاشة جدا منخفض 768p، فالشغل على أدوبي بريمير كان صعب، ما في مساحة للنوافذ والنوافذ كلها صارت فوق بعضها، وما في مساحة للعرض والشغل، وأيضا ألوان الشاشة جدا سيئة وما بتسمح لي أو ما مكنني إن أعمل أي تعديل أو تصحيح للألوان بالمرة، لأنه ما بقدر أميز بين الأسود والرمادي وبين الأصفر والأبيض وبين البرتقالي والأحمر، ألوان الشاشة جدا سيئة. بس بكل الأحوال هو مقطع جيم بلاي وما بيحتاج تعديل أو تصحيح ألوان. وقت الريندر بالنهاية أخذ وقت طويل شوي بس عادي ما في مشكلة. ورجاء لا تفهموا هالفيديو غلط، أيمن عمل فيديو على لابتوب ابو كلب معناها راح اجيب ارخص لابتوب وابدا شغل على اليوتيوب. الغرض من هالفيديو اني اوريكم مو بالضروري يكون عندك اغلى وافضل المعدات لحتى تبدا بالشغل على اليوتيوب، ممكن تباشر باقل الامكانيات الممكنه. طالما عندك جوال وبي سي بمواصفات مهما كانت ضعيفه ممكن تشتغل، المهم يكون عندك اراده وصبر، لا تستنى المعدات. انا روحت سنه كامله وانا بقول يلا بس اجيب القطعه الفلانيه، يلا راح اباشر شغل لما اجيب المايك، يلا راح اباشر شغل لما اجيب الكاميرا، يلا راح اباشر شغل لما اجيب القطعه الفلانيه، وراحت سنة كاملة وبالنهاية هميت همي ما بعرف منين اجتني وبشرت شغل بجوال عادي وبمواصفات وكمبيوتر بمواصفات جدا عادية. لا تستنى المعدات، خلي عندك إرادة وصبر وباشر شغل بالشي الموجود عندك. المهم المحتوى اللي راح تقدمه، المعدات بتجي بعدين أو انت بتشتريها لحالها ما راح تجي بعدين. وبس يا جماعة هذا كان كل شيء في فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك بيفيدني كتير. شايفين الفيديوهات هون؟ يا ترى يوتيوب ايش راح يقترح لكم؟ ما بعرف، روحوا شوفوهم. كان معكم اخوكم ايمن محمد، شكرا للمتابعة، سلام عليكم.